بدي لعبت البريمير ماتش مع ميدون يربحوا 4-0. النصف النهائي الأول الذي جمع بين مولودية الجزائر ومديون وهران كان غير متكافئ. أفشل بوبكر كل محاولات الثلاثي المتكون من تازي، بوخيزب وسايح. بينما المهاجمون المحنكون دحمون، حاحاد، وليكان عبثوا بدفاع الوهرانيين. لقد سجل وليكان 3 أهداف وكان أحسن لاعب على الميدان. وإحنا